فالأخ عبد العزيز يقول يعني حلف بيمين على زوجته ألا تذهب لبيت أبيها، لكنها أخرجت من البيت وهو مكره. الحقيقة قضايا الاستفتاء على قضايا الطلاق لا يحسن عرضها على التلفاز على الهواء، فالذي وجه به الأخ السائل أن يتوجه إلى أقرب فرع لدار الإفتاء أو لأحد العلماء ممن يعني يسكنون بجواره ويسأله عنها، وبإذن الله يجد الجواب، لأن قضايا الطلاق فيها تفاصيل يحتاج المفتي أن يسأل عنها، نعم، لكن الحكم العام أن هذا من الطلاق المعلق، وأن الطلاق المعلق على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا علق الزوج طلاق زوجته على وقوع أمر معين أنه يقع ويحتسب عليه، وينظر في الأحوال التي ذكرها والإكراه ونحو ذلك، وهل أجبر على ذلك أم لا، وهل أجبرت الزوجة ونحو ذلك، وعن مراده وبساط الكلام، تفاصيل كثيرة، لهذا يحسن به التوجه إلى أقرب فرع لدار الإفتاء وسيجد الجواب بحول الله.